كانت الوحدة التي مهدت الطريق لعملية طوفان الأقصى وكبدت إسرائيل خسائر فادحة. وحدة القسام السبرانية إحدى أسلحة كتائب القسام السرية، فما الذي نعرفه عنها؟ في 7 أكتوبر وقبل ساعات عدة من بدء عملية طوفان الأقصى، شنت وحدة القسام السبرانية سيلاً من الهجمات الإلكترونية على أهداف عسكرية واسعة ومرافق خدمية، ما أدى إلى شلل منظومة القبة الحديدية والتي فشلت في اعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس في صباح يوم العملية. ولكن هذا الهجوم لم يكن الأول لهذه الوحدة، فهذه الوحدة السرية عملت في الظل لأكثر من 8 أعوام. ففي عام 2014 وبعد انتهاء معركة العصف المأكول، بدأت وحدة القسام السبرانية في العمل تحت إشراف القيادي بكتائب القسام جمعة طحلة، والذي أسس الوحدة وقاد بنفسه هجمات عديدة نجحت في اختراق منظومات مدنية وعسكرية إسرائيلية. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن حماس أوقعت بالعديد من جنود الجيش الإسرائيلي عن طريق حسابات وهمية لفتيات حسنوات هن في الأصل جنود متنكرون من حماس. وبهذه الطريقة استطاعت الوحدة القسامية أن تحصل على معلومات مهمة تتضمن صوراً لقواعد عسكرية ومعلومات أخرى غيرت من شكل المعارك بينهما، لتكشف القسام بعد ذلك عن تفاصيل هذه العملية تحت اسم كمين حسنوات حماس، معلنة أن المهندس سامي رضوان الذي اغتيل خلال معركة سيف القدس هو من كان خلف هذا الكمين. وفي مايو عام 2019 نفذت الوحدة هجمة طالت 30,000 هدف إسرائيلي، معظمها لمنشآت أمنية وعسكرية وقواعد عسكرية، وهو الأمر الذي حاولت تل أبيب وقفه بكل الوسائل الممكنة بما فيها القصف الجوي، ولكن لم تنجح في ذلك بحسب ما نشرته كتائب القسام. وظلت تعمل هذه الوحدة في الخفاء حتى أعلنت كتائب القسام عن وجودها في عام 2022 خلال حفل تأبيني نظم لجمعة طحلة الذي اغتيل في العام ذاته خلال معركة سيف القدس، ونسبت إليه تكوين هذه الوحدة التي أطلق عليها جيش القدس الإلكتروني. فهل ستتمكن إسرائيل من التعامل مع هذه الهجمات مستقبلاً، أم أننا سنرى اختراقات أخرى في المستقبل القريب؟